أماني غريب، المدير التنفيذي لجمعية الفيروز. إحنا جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية منذ إنشاء الجمعية، وإحنا مهتمين بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وبدأنا فكرة موتيفا سيناوي من 2010 ومكملين لغاية النهاردة. إحنا النهاردة كمان من ضمن مشروعات الجمعية مشروع فرصة سيناوي اللي بننفذه ضمن برنامج فرصة تبع وزارة التضامن الاجتماعي، وده برنامج بتتبناه جمهورية مصر العربية الدولة للوصول بأسر تكافل وكرامة لبر الأمام. إحنا حاليا بنعمل هدوم قمصان المدارس وهنخلصها ونخش في التيشيرتات والجيب، وهي للمدارس ونخلص الشنط وبننتج مدارس. اسمي أسماء حسن، جيت هنا من شهر 8 اللي فات، السنة اللي فاتت اتعلمت هنا الخياطة، كنتش لسه أعرف أي حاجة عن المكنة. مستر شادي علمنا المكن من أول ألف باء، وبعدين تعلمنا دورة مكرمية، يعني نعمل شنط، نعمل أساور، عملنا أساور خرز ومكرمية، اشتغلنا في الشميزات، اشتغلنا في الشنط، اشتغلنا في الجيب، اشتغلنا في اللبس البدوي، اشتغلنا في التطريز، عملنا حاجات كتير قوي حلوة هنا، واتسوقت وطلعت شكلها حلو واسعار كويسه، وبعدين بنطلع دخل كويس لينا. شماعة محمد فهمي، طالبه في كليه اقتصاد منزلي الفرقه الثالثه، تطوعت هنا في جمعيه الفيروز علشان اكتسب مهارات التطريز والخياطه وحاجات كتير، وازاي نقدر ان احنا نوفق التطريز والمنتجات الجمعيه بتقدمها مع شغلنا اليومي او لبسنا اليومي او الخامات اللي احنا بنستخدمها عموما، وازاي نحافظ على التطريز السيناوي في لبسنا ان احنا نقدر نلبسه من غير ما يكون في احتفال مثلا باعياد تحرير سيناء، باي احتفال له علاقه بالتراثات، ان احنا نقدر نلبس الحاجات دي كل يوم ونظبطها مع لبس الشباب والفاشن والحاجات دي كلها.